بالعودة مشاهدينا الكرام إلى موضوع التظاهرات التي اجتاحت إيران، وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لاهاي الصحفي والإعلامي والأحوازي الأستاذ عيسى مهدي الفاخر. أستاذ عيسى، بداية مرحبا بك. لليوم الثالث على التوالي خروج المحتجين في الميادين في إيران، ما دلالات وصول التظاهرات إلى مسقط رأس سليماني؟ بداية تحياتي لك وإلى كل كادر قناة الرافدين. المتظاهرين الآن يعني بدأوا يجتازون المرحلة السابقة. كانت فترات سابقة كان كل مطالبهم حول أمور خدمية وما شابه ذلك، لكن الآن بدأت تصل إلى قاسم سليماني، وهو يعتبر الرجل الثاني بعد خامنئي، وأيضا هذه تعتبر المرة الأولى في تاريخهم كإيرانيين حينما المتظاهر يطالب بإبعاد الحرس الثوري عن السلطة وبضرورة تنحي كل قادته، خاصة بعد قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية. أيضا الآن هتافات المتظاهرين لم تختصر على فقط المطالبة بإسقاط الدكتاتور وهذه الهتافات، وإنما بدأوا يتطرقون إلى صلب السلطة وهي ولاية الفقيه، وهذه تعتبر يعني جريمة عند الإيرانيين أو في القانون الإيراني. أيضا الآن المتظاهرين يعني ليس فقط في طهران وإنما في تبريز وزنجان وإصفهان، بدأت يعني المتظاهرات، رقعة المتظاهرات تتسع. أيضا هنالك دعوات على أن تكون المظاهرات في نهاية هذا الشهر تكون أوسع وفي كل أنحاء جغرافية إيران السياسية. المطالبة بإسقاط الخميني أبرز شعارات الاحتجاجات وهذه التظاهرات، ولكن أنباء تتحدث عن سقوط جرحى برصاص الأمن. كيف تصف تعامل القوات الأمنية في إيران مع هذه التظاهرات التي امتازت في التظاهرات الماضية أو أي تظاهرات سابقة، امتازت بالقوة والعنف المفرط والقمع؟ طبعا قوات الأمن وقوات الحرس الثوري هي معروفة بجرائمها وبقمعها للمتظاهرين ولحقوق المواطنين، هذا هو ديدنهم ودائما هي هذه أساليب. ولكن هذه المرة يعني أقل من شهر كانت هنالك انتفاضة في عموم جغرافية إيران حول قضية البنزين، وحسب ما يعني وكالة أنباء رويترز أعلنت عن أكثر من 1500 قتيل سقطوا خلال الانتفاضة. الآن بعد شهر زمان بدأت المظاهرات من جديد تعود، وهذه المرة تستهدف السلطة، تستهدف الحرس الثوري، في حين قبل أيام هم كانوا يتباهون ويقولون هنالك الجماهير بالملايين تشيع قاسم سليماني. إذن إذا كان الجميع يؤيد قاسم سليماني، لماذا الآن المتظاهرين يمزقون صور قاسم سليماني ويزيلونها من شوارع المدن؟ لماذا الآن يستهدفون رأس النظام ويطالبون بإسقاطه؟ أي بمعنى الآن المواطن لا يقبل بهذا النظام، يطالب بتغييره كهيكل كنظام، لأن يعني جرائمه كثيرة. نرى أن هذه المطالبات الطائلة التي تصرف على دعم الإرهاب، تصرف على دعم الميليشيات، في حين اليوم يعني ميت من الجوع. هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات تأتي في فترة عصيبة على النظام الإيراني يبدو، يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذه التظاهرات ممكن أن تخنق حكومة طهران في ظل ما نشهده خلال هذه المرحلة من حراك دولي ضد إيران وخصوصا بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية؟ الآن هذه المظاهرات طالما هنالك تأييد عالمي لها، خاصة جاءت بعد القصف الصاروخي لبعض القواعد في العراق، القواعد الأمريكية، وأيضا جاءت بعد مقتل قاسم سليماني، وأيضا بعد إسقاط الطائرة بصاروخ للحرس الثوري، هنالك التأييد ليس شعبي فقط داخل الجغرافيا الإيرانية وإنما من الدول الأخرى. الآن نحن نتأمل الخير، وإن شاء الله تتسع إلى عموم هذه الجغرافيا، عموم المدن والمناطق الإيرانية، وأيضا للشعوب غير الفارسية. ولكن يبقى يعني الرأي الأمم المتحدة، الرأي العام الدولي، إذا كان يدين انتهاكات إيران، إذا كان يستهدف النظام الإيراني، بكل تأكيد ستتسع هذه المظاهرات وتكون لها إيجابيات أكثر. من لاهاي الصحفية والإعلامية الأحوازية الأستاذ عيسى مهدي الفاخر، نشكرك شكرا جزيلا.